سؤال رقم 27 في الدائرة الموضحة، عايز قيمة اي واحد، وعايز فرق الجهد بين طرفي المقاومة 12، وفرق الجهد بين طرفي المقاومة 12 مش هعرف اجيبها الا لما اجيب اي 3. يبقى انا عندي المسألة دي فيها اي 2 مجهولة واي 3 مجهولة واي 1 مجهول. لما يكون عندي مسألة فيها الثلاث تيارات مجهولين بحل المسألة ازاي؟ طبعا هنبدأ ناخد الخطوات ونعرفها. اول حاجة بستطبق قانون كيرشوف الاول على عقدة في الدائرة دي كده عقدة، ونقول مجموع التيارات الداخلة بتساوي مجموع التيارات الخارجة. كل اللي انا عايزاه عشان احل الثلاث مجاهيل اكتب ثلاث معادلات. لما هكتب الثلاث معادلات هحل الباقي بالآلة الحاسبة. يبقى انا مطلوب مني اكتب ثلاث معادلات. الثلاث معادلات هكتبهم ازاي؟ اول معادلة من قانون كيرشوف الاول، والمعادلتين التانيين من القانون الثاني. فهاجي عند العقدة دي واشوف مين التيار اللي داخل ومين التيار اللي خارج. هلاقي اي واحد رايحة عن نقطة يبقى اي واحد، وهلاقي اي تلاتة رايحة عن نقطة يبقى زائد اي تلاتة بيساوي التيار الخارج اللي هو اي اتنين. هاجي هنا ارتب، هقول اي واحد الاول وراها اي اتنين، اي اتنين الناحية التانية هجيبها جنبها باشارة مخالفة يبقى سالب اي اتنين، واي تلاتة سيبها في مكانها زائد اي تلاتة بتساوي صفر. يبقى انا وديت دي هنا وساويتهم بالصفر، ادي اول معادلة من اصل تلاتة. ناقص لي معادلتين وخلص المسألة. هاجي على البطارية اعمل سهم من السالب للموجب، وهعمل مستطيل جوه المستطيل المكون باللون الاحمر والاسود. طبعا اللي باللون الاحمر ده سلك فيه مقاومتين وفيه تيار قيمته اي اتنين. هعمل مستطيل اهو وابدأ اعمل عليه اي مسار ولنفترض مع اتجاه البطارية، واقول يساوي الفي باتري الناحية دي، ما عنديش في باتري في المسار ده غير الواحد وعشرين، واتجاهها مع اتجاه المسار يبقى 21 بالموجب. السلك اللي باللون الاحمر ده سلك واحد عليه مقاومتين 3 و2، يبقى دول توالي يتجمعهم 3 و2 5، ماشي فيهم اي 2 واي 2 اتجاهه معايا يبقى بالموجب يبقى 5 اي 2. السلك باللون الاسود عليه مقاومه واحده قيمتها 6، ماشي فيها تيار اتجاهه مع اتجاه المسار يبقى يتجاب بالموجب يبقى موجب 6 اي 1، موجب 6 اي 1. هرتبها، هبدا بالاي 1 طبعا 6 اي 1، وبعدين 5 اي 2. لو تلاحظ مش هتلاقي موجود معاك اي 3، فاحفظ مكانها تقول زائد 0 اي 3 بيساوي 21. كده عملت معادلتين من اصل 3 ناقص معادله واحده. هاجي من المستطيل المكون باللون الازرق واللون الاسود، هعمل على البطاريه دي سهم من السالب للموجب، واعمل جوه المستطيل مستطيل وامشي في اي اتجاه ولنفترض مع اتجاه البطاريه، واقول يساوي هخلي البطاريات هنا، المستطيل ده كده مفيهوش بطاريات غير دي واتجاهها معانا يبقى 18. السلك باللون الازرق عليه مقاومه واحده قيمتها 12، ماشي فيها اي 3 واتجاهه معانا يبقى موجب 12 اي 3. السلك اللي باللون الاسود في مقاومه قيمتها 6، ماشي فيها اي واحد بس اتجاهه مش معانا، ده طالع وده نازل يبقى سالب 6 اي 1. تمام، هنرتب، هنقول سالب 6 اي 1 الاول، اي 2 مش موجوده فاحفظ مكانها بصفر اي 2، وبعدين زائد 12 اي 3 بيساوي 18. هاجي على الآلة الحاسبة وهختار مود 5 2، هيطلع لك السيستم اللي هنمشي عليه. هتقول عليه بقى هنعمل عملية إدخال للعوامل. أول حاجة العامل اللي هنا هنقول واحد يساوي سالب واحد يساوي واحد يساوي، وبعدين صفر يساوي. هتلاقي نفسك قدام الصف التاني هتملي تقول 6 يساوي 5 يساوي صفر يساوي 21 يساوي، وبعدين سالب 6 يساوي 0 يساوي 12 يساوي، وبعدين 18 يساوي. هتضغط اول مره هتلاقي اي 1 هتطلع لك بقيمه 1 امبير، الضغطه الثانيه هيطلع لك اي 2 بقيمه 3 امبير، اخر حاجه اي 3 هتطلع لك بقيمه 2 امبير. طب انت عايز اي 1، يبقى هتختار اي 1 ب 1 امبير، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. طيب عايز فرق الجهد على المقاومه 12، 12 دي ماشي فيها تيار اي 3، يبقى هتضرب اي 3 في 12، يعني 12 في اي 3 اللي هي 2، هيطلع الناتج 24 فولت، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ج. سؤال رقم 28 في الدائره المقابله، عايز شدة التيار اي 1 شدة التيار اي 2 قوه الدفعه الكهربيه للبطاريه. تمام،
هنا في الرسمة دي فرض لي المسار، يعني عامل لي المسار كده، يبقى أنا لازم ألتزم بالمسار ده. وهنا فرض لي المسار في هذا الاتجاه، يبقى لازم ألتزم بالمسارات دي. تمام. أنا دلوقتي عندي الدايرة دي مكونة من 3 أسلاك، السلك اللي باللون الأحمر، السلك اللي باللون الأزرق، السلك اللي باللون الأسود. كل سلك عليه تيار ومتحدد عليه الاتجاه. تمام. هتعامل ازاي مع السؤال ده؟ عندنا مجاهيل كتير، فحاول اجيب الاول وطالب مني اجيب قيمة اي واحد. طب تمام، لو انا مشيت في الدايرة دي في المسار ده وهلاقي البطارية معايا قيمتها 9 والمقاومة، وهنا المقاومة 6 بس اي واحد مجهولة واي 2 مجهولة، يبقى انا عندي مجهولين. فانا لو هخلي مثلا في المسار ده مجهول واحد، ولنفترض المجهول الواحد ده يبقى هو اي واحد بس عشان نعرف نجيبه من اول مطلوب، يبقى انا محتاجة اي 2 دي اكون عارفة قيمتها. طيب لو انا جيت على النقطة دي وقلت مين التيار الداخل؟ اي 2 ومين كمان؟ واي 3 اللي هي قيمتها 34%، دول التيارات الداخل، لازم تساوي الاي واحد. تمام. طب ما انا ممكن كده اجيب اي 2 بدلالة اي واحد، يبقى اي 2 بتساوي اي 1 ناقص 34%. عملت كده ليه؟ عشان يبقى عندي مجهول واحد اللي هو اي 1 واجيبه. طيب هنيجي على المسار ده وهنعمل على البطاريه دي سهم من السالب للموجب، وانا عندي المسار اهو، هقول يساوي في المستطيل ده ما عنديش غير البطاريه 9، فهقول 9 تساوي سهمها معانا. طيب تعالى على السلك اللي باللون الاسود، في مقاومه قيمتها 3 وطيرها معانا، بس اي 2 هشيلها واكتب مين بقى؟ يبقى اي في ار، ادي الار، الاي بقى عباره عن مين؟ عن اي 1 ناقص 34%، يعني شلت اي 2 وكتبت اي 1 ناقص 34%. السلك باللون الازرق في مقاومه قيمتها 6 ماشي فيها اي 1 واتجاهه معانا، يبقى موجب 6 اي 1. تمام. يبقى 9 بتساوي هوزع التلاتة على المقدار المطروح، 3 في اي واحد بتلاتة اي واحد، وهضرب التلاتة في 34%، هيطلع معايا الناتج، طبعا ادي السالب اهو، هيطلع معايا الناتج 1.2%، زائد خلصت كده وزعت، اكمل بقى زائد 6 اي واحد. تمام. عندك هنا موجب 3 اي واحد وموجب 6 اي واحد، يبقى 9 اي واحد، ودي سالب 1.2%، وهنا 9. هسيب التسعة اي واحد هنا وراح على دي الناحية دي بإشارة مخالفة، هي أنا بالسالب تروح بالموجب، يبقى 9 زائد 1.2% بعشرة واتنين من مية، يبقى الاي واحد بتساوي معلش أنا آسفة، 10 بعشرة واتنين من مية، يبقى 10.2% على 9، هتطلع معايا قيمة اي واحد بالواحد واحد وحداشر من مية، هتطلع اي واحد بواحد وحداشر من مية أمبير. تمام. ده كده احنا جبنا قيمة اي واحد. الجزء اللي بعده عايز قيمة اي اتنين. طيب ما انا اي اتنين اهي، نعوض هنا، هنقول اي اتنين بتساوي اي واحد جبناها بواحد وحداشر من مية، شيل منها 34%، هيطلع معاك الناتج 77% أمبير، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. طيب عايز القوة الدافعة الكهربية للبطارية، البطارية الناحية دي، تعالى نمشي في المسار ده، وانت عندك المسار هو فرض لك الاتجاه، هنقول يساوي هنا مفيش غير بطارية واحدة واتجاهها معانا وهي المجهولة في باتري، السلك باللون الأحمر ماشي فيه تيار قيمته 34%، وفي مقاومة 4، يبقى هو الأي في أر واتجاهه معانا، يبقى 4 في 34% بين أقواس، ماشي. والسلكية باللون الأزرق فيها مقاومة 6 ماشي فيها اي واحد، يعني هقول موجب 6 في اي واحد اللي احنا كنا جبناها بواحد وحداشر من مية بين اقواس، هتطلع معاك الفي باتري 8.2% فولت، يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم دالي.